ولكن قبل أن أختم أنبه على مسألة مهمة وأذكر بها لكثرة تهاون الناس بها، وهي مسألة المرور بين يدي المصلي. مسألة المرور بين يدي المصلي يلاحظ أن كثير الآن يتهاونون بها تهاونا عظيما، وهذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النصوص ما يدل على استثنائه من بأن يجوز المرور بين يدي المصلي فيه. وعلى من أراد أن يمر أو دفعته نفسه إلى أن يمر بين مصلي، الآن ليس مرور بين مصلي، الآن بعضهم يمر على صف كامل يصلون السنة فيمر أمام 4 5 6 حتى بعضهم يشير له بيده فيدفع يده ويمر. هؤلاء عليهم أن يتأملوا في هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه، جاء في بعض الروايات من الإثم، كان لأن يقف 40، وجاء في بعض الروايات خريفا يعني سنة، خير له من أن يمر بين يديه 40 سنة يقف. لو يعلم ماذا عليه من الإثم، فأن يقف 40 سنة خير له من أن يمر بين يديه. أين هؤلاء من هذا الحديث؟ أين هؤلاء من هذا الحديث؟ فيجب على المسلم أن يرعى للصلاة حرمتها وللمصلين حقهم، ولا يخل بصلاتهم، وينتظر دقيقتين حتى ينتهي المصلي، خير من 40 سنة التي جاءت في الحديث. 40 سنة، لو يعلم ماذا عليه لأن ينتظر، كيف الحديث؟ لأن يقف خير له من أن يمر بين يديه، أن يقف 40 سنة خير له من أن يمر بين يديه. فهذه يعني مسألة مهمة جدا، ما ينبغي الإنسان أن يعود نفسه هكذا ويصبح كل يوم يدخل على نفسه في المسجد آثام مرور بين يدي المصلي. والصبر في هذا هو مسألة دقائق. أكثر الناس السنة التي يصلونها الركعتين تأخذ منهم 3 دقائق، أكثر الناس 3 دقائق ولا 40 سنة. الإنسان يوازن بين الأمور ويتنبه. فأنا أنصح إخواني، أنصحهم لوجه الله أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتجنبوا هذا الباب من أبواب الإثم. هذا باب من أبواب الإثم، المرور بين يدي المصلي هذا باب من أبواب الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم خوف في هذا تخويف شديد مثل ما مر معنا في الحديث المشار إليه. فيجب أن نتقي الله عز وجل وننتبه لهذه المسألة، وينبه بعضنا بعضا بالرفق واللين والكلمة الطيبة. وأسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.